and blood and sometimes grains يعني حبيبات صغيرة دي كلها typical picture of mystoma. Unfortunately mystoma is not easy to treat. Mystoma موجودة في كل العالم في tropical and subtropicals. عندكم في السعودية موجودة في المنطقة الجنوبية كل المنطقة الجنوبية فيها اليمن وعسير كلها منطقة فيها cases. It's very difficult to treat. It takes very long time. يعني احنا we do know patients يعني on medical treatment for more than 10 years and still not cured. And a surgical treatment can be used in mystoma لكن at early stages. يعني لو عندك small lesion diagnosed very early you can excise the entire lesion and give antifungal treatment to avoid the recurrence. لأنه a surgery في advanced cases usually result in recurrence. يعني up to 90 or 80% of the cases بيحصل لهم recurrence. In addition انه will enhance the lymphatic spread. يعني الليجن تكون في اللور ليمس بعد شويه يحصل لها spread للجروين ليمف نوتس بسبب السيرجيكال انترفينشن. طيب ده بالنسبه للسبكوتينيوس مايكوزيس في انواع ثانيه كثيره لكن this is only one example. في الاميونوكومبرومايز بيشنس ممكن نلقى الانفكشن anywhere in the body. Usually infection start as pulmonary infection mostly لكن ممكن يكون في other routes of entry لكن mostly بتبدا pulmonary ومنها بيحصل dissemination للinternal body organs وللother body systems. مثال اللي شايفينه قدامنا ده عباره عن yeast cells من فنجس اسمه بلاستومايسيس ديرماتيتيس والانفكشن اسمها بلاستومايكوزيس. ده لو وصل البرين غالبا فيتال انفكشن. الانفكشن بيبدا بولمونري لكن اذا حصل ديسيمينيشن ولقينا في البرين النوع ده من اليس سيلز فديفنتلي البيشن ده ويل نوت سرفايف. مثال ثاني للانفيزيف فانجل انفكشنز اللي هي زي لانج انفكشن دي عباره عن لانج بايوبسي واز يو كود سي هنا الفنجس يختلف كل الاشياء السوداء دي عباره عن فطريات. في الشريحه اللي قبلها كان الفنجس في شكل ييست خلايا دائريه اما هنا في شكل فلامنتيوس وده بيفيدنا جدا في العلاج لانه في الهيستوباثولوجي ريبورت اذا قال لك نحن شفنا ييست سيلز يختلف لو قال لك شفنا هايفي لانه الهايفي غالبا نحن هنفكر في الاسبروجيلاس فور اكزامبل لو كانت ييست غالبا نفكر في الكانديدا في الاذر ييست فانجاي اللي بتعمل النوع ده من الانفكشنز وكل واحده من دول العلاج بتاعهم بيختلف تماما يعني اختيارنا للتريتمنت بيحددوا وات وي ار سين ان ذا باثولوجي سلايدز. برضو الكالشر از فيري يوسفول لانه بيوريك السبيشيز لانه في بعض السبيشيز ريسبوند للانتي بايوتكس او الانتي فانجال ايجنتس وفي بعضها داز نوت ريسبوند. يعني لو نحن زرعنا وعرفنا ان هي كانديدا البيكنس الدراج اوف تشويس هيكون مثلا الفلوكانازول لكن اذا كان فور اكزامبل كانديا جلابراتا او كانديا كروزياي الدراج اوف تشويس ويل بي امفوتريسين بي فيختلف من سبيشيز لسبيشيز. In summary يا شباب انه الفنجل انفكشنز كان بي فيري مايلد سوبرفيشال كوتينيوس انفكشنز and it could be also very invasive and sometimes fatal infections depending على الاميون سيستم. The early diagnosis is very important في الفنجل انفكشن لانه when it occurs usually it's too late انك to manage the case. Also and I would like you to go back to the same reference David Greenwood medical microbiology he have a very good chapter about medical microbiology حتلقوا كل الانفكشنز اللي ذكرناها دي بنفس التفصيل ده وزياده وحتلقوا نفس الطريقه بتاعه التصنيف اللي هي superficial cutaneous and systemic infections. A chapter very useful وفيه برضه short guide about treating fungal infections. اوكي يا شباب طيب نعم هي دي ديب سيستميك مايكوزيس.